بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الصف لابن كثير قراءة أحمد عزت. وهي مدنية. الصفحة 56. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد ابن مرشد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي، سمعت الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبي سلمة ابن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن سلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحد الأعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا، وهبنا أن نسأله عن ذلك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم، ونزلت فيهم هذه السورة: سبح لله الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي: وقرأها علينا الأوزاعي كلها. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم هي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. ثم قال الترمذي: وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي، فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قلت. وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن المبارك به. قال الترمذي: وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير قلت، وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه، وأنا أسمع. أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال: أخبرنا أبو الحسن ابن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حنويه السرخسي، أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي، أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده، أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله، وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبو العباس الحجار، ولم يقرأها لأنه كان أميا، وضاق الوقت عن تلقينها إياه، ولكن أخبر المحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان رحمه الله الذهبي
أخبرنا القاضي تقي الدين ابن سليمان بن الشيخ أبي عمرو، أخبرنا أبي المنجى ابن اللتي فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه وقرأها علي بكمالها ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قد تقدم الكلام على قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم غير مرة بما أغنى عن إعادته، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ظهر من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. واحتج أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فذكر منهن إخلاف الوعد. وقد استحصينا الكلام على هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعالى أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة. فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزما على الموعود وجب الوفاء به، كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الآية. وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال كأن ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لا يبدنا أن الله عز وجل دلنا على أحد الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحد الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به،
فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهذا اختيار ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال: رجل يقول قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وقال مالك عن زيد بن أسلم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال: الجهاد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لما تقولون ما لا تفعلون؟ إلى قوله: كأنهم بنيان مرصوص. فما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله ابن رواحة قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به حتى نموت. فأنزل الله تعالى هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حديثا في سبيل الله حتى أموت. فقتل شهيدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المراء حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدوالي عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم. وقال: كنا نقرأ سورة كنا نسبحها بإحدى المسبحات فأنسيناها، غير أني قد حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الورى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. ورواه ابن ماجة من حديث مجالد عن أبي الوداد جابر بن نوف به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين حدثنا الأسود يعني بن شيبان حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك، فقال: لله أبوك فقد لقيت فهاتي. فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يبغض 3 ويحب 3. قال: أجل، فلا يخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن هؤلاء 3 الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل، ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص.
وذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق وهذا اللفظ واختصره. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ذبيان عن أبي ذر بأبسط من هذا السياق وأتم، وقد أوردناه في موضع آخر ولله الحمد. وعن كعب الأحبار أنه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عابدي المتوكل المختار ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه الشام وأمته الحمالون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة، لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر، يربون أطرافهم ويأتجرون على أنصافهم، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة، رواه ابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم، وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال وقوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص أي ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال المقاتل ابن خيان ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس كأنهم بنيان مرصوص مثبة لا يزول ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة كأنهم بنيان مرصوص ألم ترى إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه، فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم عن يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية قال كان يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وكان أبو بحرية يقول إذا رأيتمون التفت في الصف فجئوا في لحي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكبيره موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي لما توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر. ولهذا قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنهم الشك
والحيرة والخذلان كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصدق ما أخبرت عنه، وأنا مبشر لمن بعدي وهو رسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما عرض البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. رواه مسلم. ونبي الرحمة والتوبة والملحمة رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به. وقد قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو خي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته، لئن بعث محمد وهم أخياء ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد وعوي له شواهد من وجوه أخرى. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن الأرباب بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجذر في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين.
وقال أحمد أيضا حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو موسى. فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له ثم اتبعه عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك وغضبوا عنا وعن ملتنا. قال فأين هم؟ قال هم في أرضك. فبعث إليهم فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له ما لك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسسها بشر ولم يعترضها ولد. قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأودئه. وأمر بهدية الآخرين فعدت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، وموضع ذلك كتاب السيرة، والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعت وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره ومعازرته إذا بعث. وكان مشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى بن مريم. ولهذا قالوا أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمه التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك. والأرهاص فذكره صلوات الله وسلامه عليه، وقوله تعالى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن جريج وابن جرير فلما جاءهم أحمد أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون هذا سحر مبين. من فضلك تابع بقية المادة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الضالين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل. ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل. ولهذا قال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحظور، فقال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات، وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. ولهذا قال تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وأخرى تحبونها، أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى: وفتح قريب، أي عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال تعالى: وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال من أنصاري إلى الله، أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلنا أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج ما رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم، فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله تعالى فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدى الطائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضل الطائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله وقائل إنه ثالث ثلاثة الأب والابن وروح القدس، ومن قائل إنه الله، وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. وقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين، أي عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثني أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا، فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقال الشاب فقال الشاب فقال أنا، فقال نعم أنت ذاك، قال فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء، قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمنوا به، فتفرقوا فيه 3 فرق، فقال فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار، هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة، وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه عن أبي كريب عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح والله أعلم. آخر تفسير سورة الصف، ولله الحمد والمنة. وفيما تبقى من الشريط إليكم ما تيسر من تفسير سورة الجمعة. تفسير سورة الجمعة وهي مدنية، الصفحة 62. عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال تعالى الملك القدوس، أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. العزيز الحكيم تقدم تفسيرهما غير مرة، وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب كما قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر كما قال تعالى في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى إخبارا عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب النزرة يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وخرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايته والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع،
وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثة، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجال أو رجل من هؤلاء. رواه مسلم الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن ثور بن يزيد الديلمي عن سالم أبي الغيث عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة به. في هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى: وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال: هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب 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 رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحق بهم، يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. وقوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى: ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بهائم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليها. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولماذا قال تعالى في الآيات الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى ها هنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين، أي فيما تزعمونه. قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور. والله عليم بالظالمين. وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود، حيث قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم، كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران. فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومباهلة المشركين في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي، حدثنا أبو يزيد، حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لعنه الله: رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم. قال البخاري: وتبعه عمرو بن خالد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم. ورواه النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلبي عن عبيد الله بن عمرو الرقي به أتم. وقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كقوله تعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ محمد بن محمد الهذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعة: مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى حتى إذا أعيا والنهر دخل جحرة، فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني، فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثاء الضبي، حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبويكم أو أبوكم. وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم. وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة، وثبت أن الأمم قبل ما أمروا به فضلوا عنه،
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معنى عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلها، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع من عبادته يوم الجمعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها. وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نمي عنه لما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فقال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعوا، ولكن أتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك، وأخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله. قال الحسن: أنا والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله: تسعى إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، أي المشي معه. وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك. ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وله ما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان بكل له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كرشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجاه. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من طيب أهله. بهذا القدر من تفسير سورة الجمعة ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.